السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في سبورتيف هذا اليوم، وتتابعون أبرز ما فيه. منتخبنا الوطني لكرة القدم يصل أكادير ويبدأ التحضير لمواجهة الكونغو برازافيل في ربع نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. النصر يتعادل مع أهل شندي في مباريات بطولة مهرجان السياحة الودية بالسودان، ويواجه الهلال في ثاني المباريات. مؤيد اللافي يشارك مع الشباب السعودي في أول مباراة رسمية، واللاعب الليبي بدأ يدق أبواب الاحتراف في الملاعب العربية. وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى مدينة أكادير المغربية، حيث سيبدأ المنتخب اليوم تدريباته تحضيرا لخوض لقاء الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين أمام منتخب الكونغو برازافيل يوم الأحد القادم. وأجرى منتخبنا الوطني تدريباته الأخيرة بالملعب الجانبي لملعب طنجة الكبير بمشاركة جميع الرياضيين، حيث لم يسجل الميران أي غيابات. وأكد دكتور المنتخب عبد المنعم الزغداني أن جميع اللاعبين بصحة جيدة ولا توجد أي إصابات. مباراة الأحد سيستضيفها ملعب درار الكبير بأكادير في تمام الساعة 9:30 ليلا بتوقيت ليبيا. فاز فريق الأهلي طرابلس يوم أمس على فريق مولودية منوبة التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بملعب المنزة ضمن معسكر الفريق الإعدادي الذي يجريه في تونس. ويأتي هذا المعسكر الذي بدأ هو بطل ثلاثية الموسم الماضي قبل أيام، حيث يستعد من خلاله لخوض مرحلة الإياب من الدور الممتاز. ويسعى فريق الأهلي طرابلس خلال مرحلة الإياب للمحافظة على صدارة المجموعة الرابعة والابتعاد عن أقرب ملاحقيه فريق المدينة، التفصيل هما نقطة واحدة فقط، ويمتلك الأهلي في رصيده 14 نقطة. انتقل حارس فريق الاتحاد خالد الورفلي ولاعب أسنسي الهادي لفريقي الأهلي بنغازي والمدينة على التوالي على سبيل الإعارة بعد التفاهم بين إدارة الأندية الثلاثة. وتأتي هذه الإعارة من النادي في ظل إعطاء المساحة للاعبين لكسب الخبرة ومواصلة رتم المباريات التي يعول عليها الفريق الأول بالنادي لقادم المسابقات. تعادل فريق النصر يوم أمس مع فريق أهلي شندي بهدف مقابل هدف افتتاح مواجهته في بطولة مهرجان السياحة الودي المقام في ولاية البحر الأحمر السودانية. وسيواجه النصر يوم غد في البطولة التي يشارك فيها فريق الاتحاد أيضا نظيره فريق الهلال السوداني. ويسعى فريق النصر من خلال هذه البطولة للتحضير بشكل جيد لمنافسة مرحلة الإياب، إذ تنتظره مهمة صعبة في انتزاع صدارة المجموعة الثانية، حيث يتأخر بسبع نقاط عن المتصدر فريق التحدي الذي يمتلك في رصيده 18 نقطة. تأهلت فرق نجوم الصابرية وأساريا ونجوم صرمان والوحدة بالرحبات إلى الدور الخماسي للمنطقة الغربية من منافسات الدور الليبي للكرة المصغرة. وكانت آخر مباريات الدورة الثمانية اختتمت بلقاء فريق الوحدة مع رفيق، والمنتهي بفوز الوحدة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف. يشار إلى أن فريق اليرموك تصدر فرق المنطقة الرابعة ليتأهل بذلك للدور الرباعي الذي سيقام في مدينة طبرق. أكيد شفنا أجواء جد رائعة، شفنا جماهير تنقلت من مدينة الرحبات، من خلالكم نحب نقدم لهم تحية، شفنا مستوى فني عام مميز جدا، روح رياضية سائدة، وأكيد اليوم معنا مدرب المنتخب بالنسبة لمنطقة الجبل ومدرب المنتخب بالنسبة لمنطقة الساحل لتدعيم منتخب المنطقة الخامسة، وبإذن الله تعالى حنشوفوا لاعبين يمثلوا منتخبنا الليبي لكرة القدم المصغرة. نهني فريق الوحدة رحبات بالفوز والترشح، كما نشكر نادي رفيق على حسن الضيافة والاستقبال والجمهور لديه أخلاق عالية جدا، ونشكر الاتحاد الفرعي للمنطقة الخماسية. يعتزم الاتحاد الليبي للسباحة تنظيم بطولة الماستر للسباحة التي ستقام للسباحين كبار السن خلال الفترة القادمة. وطالب الاتحاد الليبي للسباحة الاتحادات الفرعية بضرورة حالة الأسماء الراغبة في المشاركة في هذه البطولة التي ستقام منافساتها بمدينة طرابلس منتصف شهر فبراير القادم.
سبورتيفا متواصل مشاهدينا الكرام وتتابعونا فيه بعد حوار سبورتيفا. اللاعب السويسري روجر فيدرر يتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ويسعى للتتويج باللقب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوي، المحترفون الليبيون يبدأون الظهور في الملاعب العربية والأوروبية، وبرازيليون وأفارقة يزينون الملاعب المحلية في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير عودة البطولة المحلية إلى سابق عهدها خلال الفترة القادمة. المزيد في سياق التقرير التالي. ازداد عدد اللاعبين المحترفين الليبيين في الخارج نسبيا برحيل ثلاثي الأهلي طرابلس اللافي والغنودي وصولا لينضموا لقائمة المحترفين عربيا وعالميا. ففي الفترة الأخيرة أصبح اللاعب الليبي محل استقطاب لعدة أندية نظرا للمستوى الفني الذي يمتلكه والمهارات الفردية التي تؤهله للعب في أندية عربية وأوروبية. في المقابل وبعد رحيل بعض اللاعبين، بدأ عدد المحترفين في الدوري الليبي يتزايد بشكل ملفت، فمع عودة الدوري والجمهور عادت أقدام المحترفين للمنافسة ضمن الممتاز. هي عدة أمور ستعود بالنفع على اللعبة في ليبيا وما تعانيه، فباحتراف اللاعبين وازدياد عدد المحترفين في الدوري فرصتان، إحداهما تعزز المنافسة محليا والأخرى تقوي صفوف المنتخبات الوطنية. وللمزيد مشاهدينا الكرام حول سوق الانتقالات الشتوية، سعدني أن نرحب هنا في الاستوديو بالمحلل الرياضي محمد المتناني. محمد مساء الخير، أهلا بك في سبورتيفا كالعادة. اليوم محمد نتحدث عن سوق الانتقالات الشتوي واحتراف اللاعبين الليبيين في الملاعب العربية وآخرهم الثلاثي صولا واللافي والغنودي. محمد، هل تأخر وجود اللاعب الليبي في الملاعب العربية إن صح التعبير مع وجود قليلة كانت في السنوات الماضية؟ أكيد بدر، بداية مساء الخير ليك وللسادة المشاهدين. تأخر اللاعب الليبي في الاحتراف من ظل هذا الدوري، دوري ضعيف نوعا ما. اللي يملك اللاعب الليبي المهارات تؤهله يلعب في أوروبا أو دول عربية، ولكن دائما ما كانت الأندية عائق في انتقال رياضيها خارج البلاد. دائما ما كانت المفاوضات صعبة بين الأندية الليبية، دائما ما تتمسك بهم. هذا ممكن سبب مشكلة كبيرة أن اللاعب يجد البيئة اللي تساعده أنه يحترف. طيب الأسباب محمد، أنت تتحدث عن الأندية دائما تقف عائق أمام اللاعبين في الاحتراف، في خوض تجربة الاحتراف في الملاعب العربية. أسباب عدم التعامل الأندية التعامل الاحترافي، هل تفتقر الأندية الليبية إلى الاحترافية في التعامل مع اللاعبين في ظل وجود فقر نوعا ما في وجود اللاعب الليبي في الملاعب العربي؟ صح التعبير. اكيد بدر، يجب لوائح والانظمه تبدا من اتحاد الكره. يجب اتحاد الكره فرض نظام الاحتراف على الانديه، من ثم تطبيق الانديه نظام الاحتراف. اذا ما اردنا النهوض بكره الليبيه، يجب فتح الباب لاحتراف الرياضيين، يكون عندنا منتخب جيد نقدر ننافس به في المسابقات الافريقيه والعالميه بمعنى كاس العالم. اذا ما فرض الاتحاد الكره هذه اللوائح يضمن حق الأندية وتضمن حق الرياضيين، يكون الاحتراف نوعا ما سهل، لأن احنا نملك الموهبة واللاعب يملك مهارات جيدة أهلا يلعب في أفضل الدوريات العربية وممكن حتى الدوريات الأوروبية. طيب محمد، خلينا نستقبل سويا على الخط الهاتفي الآن اللاعب مؤيد اللافي المحترف في صفوف فريق الشباب السعودي. مساء الخير مؤيد. مساء الخير بدر. نعم مؤيد، كيف جاءت كيف جاءت فكرة انتقال مؤيد اللافي إلى صفوف فريق الشباب السعودي، وهل كانت هناك عروض من أندية أخرى؟ زي ما تعرف نادي الشباب يعني من انتقالات كثير النادي، يعني شهر 8 وانا كان معاهم ننتقل من بداية السنة. بعد هذه مسار دخلنا إلى ربع النهائي مع فريقنا طرابلس، وتأجلت المفاوضات ليناير، ورياض أخوي سافر من قبل يعني من حوالي شهر 10 في مساهمة مع إدارة نادي الشباب والأمير في مكلف في نادي الشباب. جتني عدة عروض وأبرزها عرض فريق برتغالي ممتاز، بس أنا وعدت يعني نادي الشباب ودرت عقد مبدئي من شهر 8
ويعني حتى باستئذان من إدارة نادي الأهلي يعرفوا كل شيء يعرفوا الأخبار. وجدني عدة عروض عربية. طيب مؤيد، بعد أن لعبت المباراة الأولى مع فريق الشباب والتي كانت يوم أمس، هل اللاعب الليبي قادر على الاحتراف في الملاعب العربية، أسوة باللاعبين الآخرين من دول الأخرى من دول الجوار مثل مصر أو تونس أو السودان أو غيرها من الدول العربية الأخرى؟ زي ما تعرف إن اللاعب الليبي عنده إمكانيات، عنده الدمار انه هو يقدر يلعب في الدوري السعودي. طبعا الدوري السعودي دوري قوي، حق ناخذ الدوريات العربيه. الدوري السعودي يعتمد على المهاره، واول شيء يعتمد على القوه البدنيه، واللاعب الليبي المهاره عنده قوه بدنيه تبدا متكامل، قوته البدنيه كويسه، يقدر يلعب اللاعب الليبي، يقدر يدرس النادي في الدوري السعودي. ونتمنى ان كل لاعب ليبي يشوف قدام يكون محترف في دوري كيف دوري السعودي، دوري كبير، ودوري يساعدك على التأقلم ويعطيك حتى حافز تطلع به حتى لأوروبا. طيب مؤيد، في أولى المباريات تابعنا أن المدرب أعطاك مهام جديدة في مركز الجناح الأيسر، هل بإمكانك الآن التأقلم سريعا في هذا المركز والتجاوب مع كل الوظائف التي يعطيها المدرب في فريق الشباب السعودي؟ والله نلعب من قبل نلعب جناح حيث رأينا انه نلعب خلف المهاجم، اعطيتهم المعلومات كلها، ويعني عندك المدرب كل المعلومات على مويد، عيوبه مميزاته، كيف يلعب، كيف يتصرف، كل شيء عند المدرب، والخيارات تقعد في النهايه عند المدرب طيب إلى جواري مؤيد ضيفي اليوم في سبورتيفا، أكيد معروف محمد المتناني، لديه خبرة حتى في انتقالات اللاعبين وسوق الانتقالات، لديه ما يقول مع مؤيد اللافي. نعم أنا قبل كل شيء نتمنى له الحظ السعيد، إن شاء الله يوفق في تجربته الجديدة مع فريق نادي الشباب. فقد مؤيد يملك خصائص المهاجم ومهاجم الثاني، كل ما عليه هو يندمج كمجموعة. مؤيد لاعب فردي بطراز عالي، إذا اندمج مع المجموعة حيكون نجم الدوري السعودي بكل تأكيد. مؤيد، ما تعليق على كلام محمد متناني؟ قول لي قصدي هذا متغلب علينا، محمد متناني معروف، وقصديتنا معروف في في الملاعب الليبية، ونشكره وإن شاء الله نكون نقدم مستوى يليق باللاعب الليبي ونكون قد المسؤولية إن شاء الله. طيب مؤيد، سؤال أخير، كم سيبقى مؤيد اللافي في صفوف فريق الشباب السعودي؟ والله شوف، نادي الشباب قد يعتبر نادي كبير في نادي في الدوري السعودي، رابع نادي، وهذا حلم لكل لاعب، وان شاء الله نطمح للافضل وندير مواسم كويسه مع نادي الشباب، ونكون بوابه للافضل لاوروبا باذن الله، او نوادي افضل من نادي الشباب في الدوري السعودي او في دوري اخر قوي، وان شاء الله نقدم كل ما عندي ونكون سفير الكره الليبيه ونادي الاهلي كرافتر. أتمنى لك كل التوفيق مؤيد اللافي لاعب فريق الشباب السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك. محمد، استمعت لمؤيد، مؤيد الآن لديه طموح بأن يكون نجم في صفوف فريق الشباب السعودي كما كان نجم في فريق طرابلس والمنتخب. الآن الشباب السعودي ربما هو ثاني لاعب الآن ليبي يلعب في صفوف فريق الشباب السعودي بعد طارق الطيب. هل العين السعودية الآن أصبحت تركز بشكل كبير على اللاعب الليبي بما يمتاز من مهارة وسرعة وربما كل المواصفات الآن موجودة في اللاعب الليبي؟ أكيد سبق وطارق الطيب لاعب زي ما قلت أنت في الشباب، الآن مؤيد يملك اللاعب الليبي المهارات تؤهله أن يلعب برا. اللاعب الليبي إذا ما اندمج كمجموعة بإمكانه أن يكون لاعب كبير جدا، الفرديات هي من تعيب نوعا ما اللاعب الليبي، دائما هو فردي. إذا ما وظفت الفرديات مع المجموعة يكون ليه صبغة ويكون ليه اسم كبير في الملعب. طيب محمد، بما أننا تحدثنا عن الأندية والعملية الاحترافية الغائبة ربما نوعا ما في الملاعب الليبية، ماذا ينقص الأندية الليبية الآن لتطبيق الجانب الاحترافي في الملاعب الليبية وحتى
تسهيل ربما عملية انتقال اللاعبين. في السنوات الماضية ربما حتى تفشل صفقات انتقال لاعبين إلى خارج حدود الوطن بسبب ربما عقلية الاحتراف الغير موجودة فيها. أكيد الاحتراف منظومة كاملة تبدأ من اتحاد الكرة بدر، لوائح وقانون، لوائح وقانون زائد البث التلفزيوني ولا تسويق، تسويق رياضي وتسويق وعقود اللاعبين. إذا هذه ما انضبطت هذه اللوائح في صيغة واضحة تضمن الرياضي، يضمن الأندية حقوقها ويضمن الرياضيين، يسهل على اللاعب الاحتراف. ثلاثة زي بدر أننا وجود الوكلاء الليبيين الآن أكثر من ستة أشخاص دوليين معتمدين من اتحاد الكرة الدولي، هذا ما يساعد اللاعب الليبي الاحتراف. مؤيد الآن احترف عن طريق وكيل، صولا أيضا احترف عن طريق وكيل، أيضا حركة الوكلاء في السوق الليبي نشطة نوعا ما تساعد الرياضي. طيب كيف يمكن محمد أن نستفيد من حركة هؤلاء الوكلاء الآن في تطوير الجانب الاحترافي في كرة القدم الليبية مثل محمد المتناني وغير محمد المتناني؟ هناك العديد من الوكلاء الليبيين موجودين على الساحة الدولية ومعتمدين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. كيف يمكن أن نستفيد من مثل هذه الخبرات في تطوير وتطبيق عملية الاحتراف وعملية الانتقال في الملاعب الليبية وتسهيل ربما حتى العملية على اتحاد الكرة والأندية؟ أكيد في العادة بدر الاتحاد الكرة يعطي في ورش داخل الأندية وداخل اتحاد الكرة، وأيضا الآن أصبحت الآن التكنولوجيا دخلت كثير في كرة القدم، الآن أصبح اللاعب الليبي واعي جدا بدر ويتابع حتى في السوق الانتقالات الدولي، بدأت النضج أكثر حتى تكتيكيا ودهنيا نضج أكثر اللاعب الليبي، فأصبح يبحث عن الوكيل لأن الوكيل هو بوابة الاحتراف وللتسويق الخارجي. طيب فيما سبق خاضوا بعض اللاعبين تجارب احترافية في ملاعب عربية وأوروبية لم تنجح ولم يكتب لها النجاح، ربما فترات قصيرة وانتهت هذه التجارب، برأيك لماذا يرجع ذلك محمد؟ يرجع لسببين بدر، السبب ممكن يكون عانى الرياضي من المشاكل بدنية، أو اثنين لاعب لا يتأقلم في الغربة، أو ثلاثة لاعب لم يطور من نفسه، تعرف وخاصة في أوروبا دائما تحتاج لمجهود بدني عالي، تحتاج لدائما تطور نفسك، أو اللاعب لم يتأقلم كمنظومة زي ما قلت لك. اللاعب الفردي مميزات اللاعب الليبي هو الفرديات أكثر من الجماعية، إذا ما لم ينسجم اللاعب الليبي كمنظومة تتبان المشاكل، وهذه ما تعجل برحيله أو تعجل باستغناء النادي أنه يخليها أو يتعاقد بلاعب تاني، أو أن اللاعب ما يتأقلمش في الغربة زائد أو مشاكل تانية بدرة، ممكن العقود اللي في نادي تاني الليبية أو الخليجية عامل المادة خليه ممكن يرجع يبحث على المادة. بما أنك ذكرت الجانب المادي، الآن أصبحت ربما كرة القدم والعالم في 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 كرة القدم بشكل عام أصبح ربما تركيز اقتصادي على أكثر من أنه يكون فني وتكتيكي في كرة القدم. الآن اللاعب الليبي ربما يشاهد لاعبين عرب من دول الجوار ينتقلون إلى ملاعب، إلى ملاعب ودوريات أخرى بأرقام خيالية. هذه الأرقام محمد لا تدفعها الأندية الليبية، إذن اللاعب الليبي أصبحت لديه نظرة مستقبلية كبيرة بأنه يلعب خارج حدود الوطن ويشارك في دوريات عربية. لكن في السنوات الماضية كانت الأندية ترفض انتقال اللاعبين. أكيد. لماذا؟ في السابق بدر كانت الأندية تملك موارد دخل كبيرة، تملك رؤساء أندية وتملك سبونسر. هجرت الشركات الأجنبية الآن في المشاكل اللي تمر بها البلاد، بعض الشركات خلاص ما عادش تقدم في دعم للأندية. كانت الأندية تقدر سهلا تتعاقد مع أكثر من رياضي محلي أو يكون دولي. الآن الأندية عانت، أيضا شباب الرياضة هو الدخل الرئيسي للأندية، شباب الرياضة واتحاد الكرة، هذه الجهتين عانت بدر، عانت معهم الأندية. في أندية بدر تفتقد حتى للملابس الرياضية، تفتقد حتى لوسائل التنقل داخل محليا أو خارجيا. هذه ما خلى ممكن الأندية تستغنى على بعض اللاعبين اللي يملكون عقود كبيرة وممكن تتفرط فيهم من أجل ضخ المال في خزائنها. طيب الآن صولا في المحرق البحريني، مؤيد اللافي في الشباب السعودي، محمد الغنودي في الدوري الجزائري، أحمد بن علي في إيطاليا وغيرهم الكثير من اللاعبين، هؤلاء اللاعبين كيف يمكن نستفيد منهم في المنتخب وتطوير الأداء الجماعي داخل تركيبة المنتخب الوطني لكرة القدم في التصفيات القادمة؟ الآن أصبح المنتخب يشارك في بطولة المحليين، لا وجود لأي لاعب محترف. القادم تصفيات بطولة أفريقيا 2019 حتكون قريبة، والمنتخب ربما يستفيد من اللاعبين المحترفين. الآن بدر احنا نعول على هذم الرياضيين بكسب الاحتراف وكسب الخبرة، نعول على منتخب قوي لمشاركات 2019 وكأس العالم 22. في البرازيل بدي أعطيك مثال معين، أكثر البلد الأول المصدر الرياضيين البرازيل، أكثر من 5000 رياضي ينشط خارج البرازيل، في لجنة خاصة بدر تتبع هؤلاء الرياضيين
حتى احنا المفروض تكون لجنه خاصه باتحاد الكره تتبع هذا الدين. بكيت عندما تعاقد مع اتحاد الكره ذهب لجمال عبد الجمال لاعب الوسط وذهب بتكلم معاه وقنع نجي ليبيا وقاعد يتبع فيه. يجب عبد العمر المريم أن يتبع هذه الرياضيين، هذه القيمة اللي نملك مواهب شابة محترفة في الخارج نعول عليها ليكون عندنا منتخب أن نقدر ننافس به في المستقبل إن شاء الله. محمد شكرا جزيلا لك، كنت معي هنا في الاستوديو حول انتقالات اللاعبين والاحتراف في الدوريات العربية الأخرى. شكرا لك محمد. مشاهدينا الكرام، في خبر آخر، يواصل القائمون على مشروع 2018 لرياضة الرجبي العمل على تحقيق الأهداف المرسومة رغم الصعوبات التي تواجه هذه اللعبة. جمال الشيباني يسلط الضوء على هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. هذه الصافرة أعلنت وصول مشروع رياضة الرجبي 2018 بليبيا إلى موعده، حيث تسعى اللجنة التأسيسية لهذه اللعبة إلى السير قدما نحو مستقبل لرياضة لم يتقبلها البعض لما تتضمنه من قوة جسدية يراها البعض تميل للعنف أحيانا. للأسف نحن كانت في ليبيا هنا كان ينظروا لعبة الرجبي إن هي لعبة عنيفة وفيها إصابات ونادر جدا ما يتقبل لعبة الرجبي لكبار السن، ما بالك كيف نقنعوا نحن شباب الصغار أن يمارسوا اللعبة وأولياء أمورهم كيف بش يسيب ولده أن يمارس اللعبة. استضافة البطولة العربية للرجبي ضمن أهداف المشروع الذي انطلق قبل 4 سنوات، ولكن الطموحات دون مساندة مادية ومعنوية قد تحرم الطامحين من يسعون له، وأبرز العوائق البنية التحتية لهذه اللعبة. نحن مشكلتنا بس في الملعب انه هو المساحه نتاعه مش ملعب رجبي، لكن نحاول ان احنا بقدر الامكان نوفر مناخ التمرين بحيث ان احنا نحاكوا المباريات والواقع نتاع الرجبي في داخل الملاعب هذه. اللافت في مدينه بنغازي هو سقف طموح محبي الرجبي رغم العراقيل، والاجمل هو غرس روح التحدي من اجل تمثيل ليبيا في المحافل العالمية. حلمي نكون نرفع اسم بلادي ليبيا برا، نبين الروح، نبين الناس غادي ان ليبيا كيف دول الاخرى عندها لعبة ركبي وعندها شباب كيف ما فيش فرق. وفي ظل تصدر كرة القدم وبعض الرياضات الاخرى للمشهد الرياضي الليبي، ستكون رياضة الركبي وانتشارها في ليبيا بمثابة تحد حقيقي للجنة التأسيسية لهذه اللعبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى الجزء الثاني من سبورتيفا، حيث شهدت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مواجهات مثيرة، أبرزها تلك التي ستجمع بين حامل اللقب برشلونة وفالنسيا المنتشي هذا الموسم في الليغا، وستجمع المباراة الأخرى بين ليغانيس الذي أطاح بالعملاق ريال مدريد في عقر داره، وإشبيليا العائد بقوة مع مدرب الجديد فينشينزو مونتيلا والذي تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد. حسب القرعة سيلعب برشلونة مباراته الأولى على ملعب كامب نو في 31 من يناير الجاري، فيما سيلعب مباراة الإياب بملعب المستايا في 8 من شهر فبراير المقبل. تأهل اللاعب السويسري روجر فيدرر المدافع عن اللقب إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انسحاب منافسه الكوري الجنوبي تشونغ هيون بسبب الإصابة. ضمن المصنف الثاني فيدرر المنافسة على اللقب عندما قرر المصنف 58 عالميا تشونغ هيون الانسحاب بسبب مشكلة في القدم، بينما كانت النتيجة تشير لتقدم السويسري ب6-1 و5-2. وسيلتقي فيدرر في المباراة النهائية المصنفة 6 على العالم اللاعب الكرواتي مارين سيليج. حاول متصدر الدوري الأسترالي لكرة القدم سيدني تأخره في نتيجة يوم الجمعة الانتصار ب3 أهداف لهدف على ميلبورن فيكتوري. المباراة انتهت بفوز فيكتوري يوم الجمعة متصدر الدوري الأسترالي واصل صدارته لهذه البطولة. وصلنا مشاهدينا الكرام لختام سبورتيفا، أشكركم على كرم المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته.